أستاذ عبد السلام، كيف تجد ابتداء هذا الإجراء، وهل هو ضرورة من قبل الحكومة، ربما هي تذهب إلى الاتجاه الأسهل؟ مساء الخير. حقيقة القرار اللي اتخذه غير مفاجئ أساسا بالنسبة لنا، وإنما نعتقد أن الحكومة ستلتجئ إلى هذا الإجراء في ظل ظروف تراجع الإيرادات، وخاصة بعد توقف تصدير النفط. تصدير النفط يعني يمثل، هو مصدر أساسي ومهم جدا، سواء للعملة الصعبة أو أيضا لتمويل المالية العامة. وبالنتيجة لهذا الأمر ستتجه في الأول وفي الأخير إلى إيجاد آلية أو إلى توجه بتوفير موارد تسد جزء من العجز الذي تواجهه الحكومة. طبعا هذا الإجراء سبق أن الحكومة رفعت السعر الجمركي في قبل عامين إلى 500 ريال، من 250 إلى 100 إلى 500 ريال، وهو كان له أيضا نتائج إيجابية، نتيجة لأن الحكومة كانت تتجه بدرجة أولى لتمويل المالية العامة مباشرة أو تمويل التزاماتها من خلال الصرف على المكشوف، وهو ما أدى إلى كارثة كبيرة جدا في واقع الاقتصاد اليمني، نتيجة للتمويل أو لضخ أموال ضخمة جدا من العملة الغير مغطاة، وهو أدى إلى تراكم كبير جداً هذا العملة في السوق بعيد عن الدورة المالية والدورة النقدية داخل السوق، مما أدى إلى إضعاف كبير جداً لسعر العملة. وأصبحت أيضاً هذه التراكمات النقدية الكبيرة جداً التي أصبحت بأيدي الصرافين هي الوسيلة المهمة أو الوسيلة الأساسية لخلق مضاربات. إذا تجد أن هذا الإجراء هو متوقعاً وضرورياً من قبل الحكومة، وعدم الذهاب إلى ربما تعويض النقص في الموارد من تحالف أو من القروض أو حتى من المنح؟ الحكومة تواجه مأزق كبير جدا في توفير الإيرادات، خاصة أن كانت الترتيبات كلها مبنية على تمويل الأشقاء بالدعم الذي أعلنوا عنه، وهو 3 مليار، وقبلها أيضا بعد اتفاق الرياض الأول كانوا وعدوا ب 2 مليار إضافي أو جديد أو وديعة جديدة لتمويل حاجة السوق من العملة الصعبة، ويعني دعم العملة اليمنية، لكن أيضا لم يفوا الأشقاء بالتزاماتهم. ثم جاء اتفاق الرياض بعد مؤتمر الرياض التشاوري وأعلنوا عن 3 مليار، لم تدفع الدول للأسف هذه المبالغ التي كانت أساساً هي مهمة جداً لتمويل حاجة السوق من العملة الصعبة، وأيضاً لتمويل جزء كبير جداً من احتياجات المالية العامة، مما سيجعل الحكومة كانت في مأمن من أن تتجه إلى مثل هذا الإجراء. الإجراء الآن بالنسبة للحكومة أصبح هو الإجراء يعني الأساس بالنسبة لها، لا تستطيع أن توفر إيرادات غير أنها تتجه لرفع سعر الجمارك، السعر الجمركي، وأيضا تحرير المشتقات النفطية في مارب من السعر الذي كان قائم عليه، هو كان بحد ذاته يعتبر أيضا من المشاكل الأساسية التي كانت سبب رئيسي في فقدان الخزينة العامة أو خزينة الحكومة موارد مهمة جدا، حيث كانت هناك هدر كبير جدا في طبيعة يعني ضياع أموال كبيرة جدا نتيجة لبيع المشتقات النفطية بأسعار غير معقولة، قليلة جدا، غير معقول منطقي، يعني تباع سعر الدبة ب2 دولار، يعني ب3500 ريال، وبالعملة الجديدة يعني يساوي حوالي 2 دولار وشوي، وهذا يعتبر في الأخير هدر كبير جدا لموارد مهمة جدا. من الأسباب الأساسية اللي حصل انتكاسات في جبهات مارب والجوف ونتيجة لهذه المشكلة، نتيجة لأن المقاتلين والجنود هناك لا يتحصلون على المرتبات ولا يتحصلون على المرتبات من 7 أشهر. كان الأولى أن يتم تحرير أسعار المشتقات النفطية لتمويل يعني الجيش، جبهات على الأقل. نعم. لكن الحكومة لم تفعل ذلك حتى احتاجت هي، لكن عندما كان الأمر يتعلق بالجيش وما إلى ذلك، تجد أن هذا الأمر لن يكون له آثار اقتصادية إضافية وأعباء على قيمة السلع؟ هو الأثر الاقتصادي الكبير سيكون أكبر إذا اتجهت الحكومة إلى تمويل العجز بالعجز أو تمويل يعني التزاماتها بالصرف على المكشوف من خلال الطبع الغير مغطى، وهذا يؤدي إلى نكسة أكبر مما من هذا الإجراء
نعم من هذا الإجراء، والإجراء هذا نعتبره من الإجراءات الاحتياطية المهمة، خاصة أن الحكومة ليس لها يعني حل لهذه المشكلة وهذه المعضلة المتعلقة بتوفير الإيرادات وتوفير التزام أو تمويل التزاماتها إلا بهذا الإجراء لرفع على الأقل. نحن نعرف كان في قبل ما تتخذ الحكومة القرار سابقا ما يخص رفع السعر الجمركي إلى 500، كان الإيرادات الجمركية والضريبية تصل إلى 400 مليار، لكن بعد ما تم أيضا رفع السعر الجمركي إلى 500 ريال ارتفعت الموارد المباشرة من خلال الجمارك والضرائب الغير مباشرة إلى حدود تريليون، وإضافة إلى سعر أو عائدات سعر النفط ما إلى ذلك، كان الإيرادات تصل بحدود 2 تريليون ونص إلى 3 تريليون، وكان أيضا أما جعلت الحكومة في مأمن من الذهاب إلى تمويل احتياجاتها عبر من الطبع المكشوف. نعم، وجهة نظر اقتصادية مهمة تجد في هذه الخطوات خطوات ضرورية، وربما هي أقل سوءا من الصرف على المكشوف كما رأيت.